تزينت الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، ذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة للمساحات الخضراء، حيث فتحت أبوابها أمام المواطنين للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة في أجواء احتفالية رائعة. ابتهاجا بالعيد، استعدت الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين عن طريق إجراء أعمال الصيانة للمساحات الخضراء، ومن بين هذه الحدائق حديقة الحرية والتي فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين للتمتع بالمساحات الخضراء والمناظر الخلابة. والله حضرتك يعني هو العيد بيبقى معظمه بيبقى خروجات طبعا للأولاد، عشان هما بس اللي بيحتاجون طول الوقت بيغيروا جو عشان كبت الدراسة، واليومين اللي فات طبعا كان امتحانات. كما استقبل ممشى أهل مصر المواطنين والذي يقع على كورنيش النيل ويضم عددا من المطاعم وأماكن مخصصة للدراجات الهوائية، إلى جانب أماكن للجلوس والاستمتاع بنهر النيل. بالنسبة للمكان، مكان نظيف جدا، ويعني باجي أنا وأسرتي هنا بنستمتع بالمكان، بنستمتع باللانشات مثلا، نزهة نيلية، الكلام ده كله. هو الممشى عشان هو يعني متنزه جميل وعلى النيل، فدايما هو المقصد الاول او المكان الاول اللي الناس بتحب تيجي تتمشى فيه. اما حديقه الحيوان فكانت وما زالت تتمتع بمكانه خاصه في حياه المصريين ضمن احتفالات العيد، والتي كان لها نصيبا من التطوير والاستعدادات لايام العيد. طبعا الحديقه يعني مستعده طبعا كعادتها لاستقبال الاسر المصريه، لان بيبقى تقريبا مقصد مهم جدا لعدد كبير من الاسر المصريه، وفي يمكن متابعه يوميه من معالي الوزير الحقيقه ان احنا يعني نستكمل المجموعه الحيوانيه اللي موجوده داخل الحديقه، والحمد لله تم يعني جبنا الفتره اللي فاتت دي مجموعه كبيره من الحيوانات ما كانتش موجوده عندنا. واستقبلت مدينه القناطر الخيريه بمحافظه القليوبيه الزائرين لقضاء اجازه العيد، حيث تعد من اهم الاماكن التي يتوجه اليها المواطنون من مختلف المحافظات لما تحظى به من مناظر طبيعيه فريده. يمكن السنة دي هيكون برضو زي السنة اللي فاتت عيد مختلف. عيد الفطر بيعتبر بيجمع معاه عيد شم النسيم، لأن طبعا عيد شم النسيم كان موجود في رمضان، فبنتوقع إن شاء الله أن يبقى فيه إقبال متزايد. إحنا النهاردة كنا أول ما صحينا رحنا صلينا، وبعد ما جينا قعدنا فطرنا، ويعني قعدنا حبة مع بعض، وبعد كده فطرنا، بعد كده بقى إيه جينا هنا وأخدنا العيدية من امبارح وجينا هنا نتفسح مع بعض. أجواء احتفالية تستمر على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جاهزية مختلف الحدائق والمتنزهات، وذلك لاستقبال المواطنين من الساعة 7 صباحاً وحتى منتصف الليل.